اهلا بكم اعزائي مشاهدي ومتابعي موقع جريدة اهل مصر. اسعد الله مساكم اينما كنتم. احنا الان في سيدنا داخل محافظه المنيا بنتابع بعضنا تداعيات حاله الطقس السيئه في ضربه المحافظه وضربه محافظات مصر كلها في الساعات الاخيره. يمكن بنتابع بعضنا سقوط الامطار. الامطار كانت من قبل لحظات نازله بشكل غزير جدا وكثيف، حاليا هدت نوعا ما، ولكن لو احنا متابعين واحنا ماشيين في الشارع هتلاقي فيه سقوط امطار بشكل كثيف جدا وهبوط وغيوم تسريحات على الجو مع توقعات بسقوط امطار برضو في الساعات القادمه. يمكن المحافظه علقت حاله الطوارئ منذ الساعات الاخيره من صباح اليوم بسبب تداعيات الطقس السيء، ورغم وجود شمس ولكن هناك حاله من سقوط الامطار سيطر على انحاء محافظه المنيا. ويمكن قبل دقائق قليله الامطار كانت نازله هنا بشكل كثيف، ويمكن قبل دقائق قليله كانت الامطار هنا بتسقط بغزاره شديده جدا، لكن استمرت لحظات وثم عادت مره اخرى وحاليا هناك هدوء في حاله الامطار. الملعب احنا نتابع مع بعضنا حاليا حاله من عدم الاستقرار في الطقس وهطول امطار شديده هنا في شوارع محافظه المنيا، ورغم وجود الشمس ولكن ما زالت هناك النادي كله ما مازال هناك هطول امطار. طبعا النهارده حاله الطقس درجه الحراره في المنيا بتسجل 22 درجه. الغريب والعجيب ان رغم وجود شمس ولكن هناك وجود لامطار كثيفه نزلت هنا على انحاء محافظه المنيا. يمكن قبل كانت محافظه اعلنت الصفحه الرسميه النادي عام خلاص ماشي اعلنت الصفحه الرسميه لمحافظه المنيا عن وجود امطار على مدينه المنيا بشكل خفيف ومتوسط، لكن هنا يمكن في ملاوي امطار نزلت بكثافه لعده دقائق رغم وجود الشمس. طبعا الغيوم الغيوم هنا بتحد بالجو. طبعا هنا رغم وجود الشمس لكن غيوم، لو انتم ملاحظين هنلاقي برضو في غيوم، يعني سبحان ربنا شمس في وسط مطر في وسط وجود الشمس. طبعا في نات اللي كان عزام شهيدي ومتابع جيت في موقع اهل مصر كنا مستعد مع بعضينا تداعيات سقوط الامطار هنا في محافظه المنيا ورغم وجود الشمس. النهارده حاله عدم استقرار سهل على معظم محافظات الجمهوريه وليس فقط المنيا. درجه الحراره النهارده 22 درجه ورغم وجود الشمس ولكن هناك حاله من سقوط الامطار. طبعا المحافظه اعلنت حاله الطوارئ والاستنفار، نشرت الدوريات، تاكدت من سلامه وجود العميد الاناره وغيرها من الحياه المختلفه عشان تحافظ على سلامه الناس. في نهايه القناه عزام شهيدي ومتابعي جيت وموقع اهل مصر، نشوفكم شكرا جزيلا لحسن الاستماع.